لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الإمام الحافظ الحجة الهمام إمامنا البخاري رحمه الله ورضي الله عنه: أما بعد، فموضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد باب وعنده مفاتيح الغيب. باب وعنده مفاتيح الغيب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري بأي أرض تموت، وما الله عليم الخبير. الحكيم الآية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلي الأعلى المتفرد بالعز والجبروت والملك والملكوت، وله الأسماء والصفات والنعوت، صاحب العز والبقاء والحمد والثناء والجود والسخاء والألاء والنعماء، والصلاة والسلام على الرسول الأكرم هادي الأنام. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام على هادي الأنام ومصباح الظلام والشفيع المشفع غدا في يوم الزحام، وعلى آله وصحابته الكرام الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى الإمام العلمي الحجة الهمام سيدي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري الجعفي رضوان الله عليه، يقولها هنا في صحيحه: باب قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. حدثنا عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب إن الله عنده علم الساعة، وقرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. صلوا على الحبيب. في هذا اليوم الأغر وفي هذا المسجد العامر الأبر، شاء الله جل في علاه أن نودعكم بهذا الدرس المبارك. ولذلك كان شيوخنا رضي الله عنهم ينهلون من هذا الكتاب الجليل من صحيح البخاري، حيث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه وسيرته وكل ما يتلازم به ورد في نصوص الأحاديث. وأول من دون كتاب الحديث هو سيدنا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحارث الحميري الأصبحي المدني رضوان الله عليه، المتوفى سنة 79. وأول كتاب يدون في حديث رسول الله موطأ سيدنا مالك بن أنس. وإذا كان الإمام مالك قد توفي سنة 79، فإن البخاري رضي الله عنه توفي سنة 56. وتلميذه الإمام مسلم بن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضوان الله عليه توفي سنة 61. ولذلك كان علماؤنا يشدون الوثاق على تراجم الرجال
وتراجم الصحابة لنعلم الحديث ونعلم سنده وصحته وميزانه في الجرح والتعديل وما يقول فيه النقاد لنقاد الحديث. صلوا على النبي. الحديث الذي بين أيدينا حديث الدرس، يرويه لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. قال عبد الله ابن عمر، قال عبد الله ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. الآية. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي المكي الحفصي، الصحابي ابن الصحابي، مات وهو مثل أبيه في الفضل. وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو أم المؤمنين حفصة، وحفصة بنت عمر وزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم. عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة في الصغرى، وأجازه في غيرها. جاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن عبد الله يرى المنامة فتأتي مثل فلق الصبح. قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، إن أخوك هذا رجل صالح الختم المحمدي. صلوا على النبي. كان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يرى المنامة فتأتي مثل فلق الصبح، كأنني رأيت منامة بالأمس وتحققت اليوم، فماذا أقول؟ أقول هذه رؤية صالحة، وأن الله جل في أولاه بصرني بعيوبي وأورد لي تلك المنامة قبل أن تقع. صلوا على النبي. وهذا لا يكون إلا لعباده الصالحين المتقين الذين يعرفون حق الله وحق رسوله ويدينون لله دين الحق وهم خالصين مخلصين خلص. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضله وعلمه وشساعة فكره عظيمة جدا للغاية في الإسلام، فهو من العبادلة الأربع. والعبادلة الأربع هم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله. أسماؤهم تبتدئ بعبد الله، وهم فتية من فتية الإسلام في ذلك الزمان. لذلك يا أبنائي، لا جونيس de ce monde aujourd'hui, on a besoin d'étudier biographie de qui? Des sahaba, radiyallahu anhum. Ce sont les compagnons de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah, Zid, والذين معه. من هم؟ الصحابة radiyallahu anhum. والذي جاء بالصدق واصدق به أولئك هم المتقون. ربنا سمى الصديق لأنه صادق وصديق، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة، وما قالوش ليه الحاج أبدا، ما مشيتش شي ترجمة في تراجم العلماء من الصحابة وسموا أنفسهم الحاج. صلوا على الحبيب. أرأيتم أين نحن وأين هم؟ حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة وحمل على 1000 فرس في سبيل الله، وما مات حتى اعتق 1000 إنسان أو يزيد عتق رقبة في سبيل الله. صلوا على الحبيب. قال بقي بن مخلد جملة ما روى سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 360,000 حديثا، اتفق الشيخان على 68,100، وانفرد البخاري بواحد وثمانين ومسلم بإحدى وثلاثين. توفي رحمه الله سنة 74 للهجرة. هذا العلم القديم. سيدي ماتوا رحمه الله اللي خدينا عليهم هادشي. اليوم علي جاي يطاول على العلماء ويطاول على الصحابة وعلى هكذا يتصورون عن الناس. نحن أمة عريقة في المجد، لنا ساسة ولنا علماء كبار حفظوا هذه الأشياء على ظهر قلب. أبو شعيب الدكالي وهو من هو كان يحفظ البخاري
بسنده ومتنه وروايته ويحفظ مسلم والموطأ. ناهيك على القرآن بسبعة أحرف وناهيك عن المتن. أما ماكينتوش وما هذه أدمغة فوق الماكينتوش، ها أليس كذلك؟ صلوا على الحبيب. وكيف يحفظ هذه الأحاديث؟ لا يحفظونها. قال رسول الله، تقول كان معاه البارح وقال لي قال من قال يقول قولا. قال سيدي عز الدين الفقيه، يقولوا الناس إياه، السي أحمد تلاقى مع السي الفقيه السي عز الدين وقال لي قال، بمعنى سمعتيه أنه قال لك. يجب أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنام والمتن والرواية، هكذا تعلمنا، وخاصة في صحاح البخاري صحاح السنن، الكتب الكبيرة هذه. سيدنا البخاري أخرج حديثا عظيما في باب العلم والتعلم، يقول رضي الله عنه: كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ولا يتحات، وإن مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي فقالوا وقالوا، فلما لم يقولوا شيئا قالوا: حدثنا ما يا رسول الله. قال: هي النخلة. هكذا يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من لا يقرأ حديث رسول الله بهذه الطريق لا نسمع له، لأن هذا من الخرس ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم له أهله، ونحن في الديار المملكة المغربية الشريفة سادتنا العلماء القدماء كانوا لا يجلسون على الكراسي، يعلمون الناس حتى يتعلموا هذا العلم بهذا الطريق. الحفظ وما أدرك ما الحفظ، وكانت لهم ذاكرة سيالة يحفظون رضي الله عنهم وأرضاهم. زيد سيدي عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ. قال الحبيب وهو الصادق الأمين فيما قال وفيما يقول وغني عن التعريف، كانوا سادتنا العلماء عندما يتحدثون عن سند الحديث ويأتي إلى الصحابي الراوي الذي روى عن رسول الله عن عبد الله بن عمر يعطي ترجمة عبد الله بن عمر، ولما يوصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قارين عن التعريف. من لا يعرف سيدي رسول الله؟ الكل يعرف رسول الله، من شجر ومضار وحجر، ومن عوالم وأفلاك، ومن جن وإنس وملاك. صلوا على الحبيب. الله الحبيب وسلم. فهو الذي قال الإمام البصيري رضوان الله عليه، أبو سعيد محمد البصيري المغربي أصلا ومن بيته، ودارا وقرارا المصري دارا وقرارا، توفي رحمه الله سنة 76 و600، صاحب البردة والأمزية، هذه كل الناس كانوا يحفظونها. فهو الذي تم معناه وصورته زيد، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. صلوا على رسول الله. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم. زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم مفاتيح قرأ. مفاتيح الغيب خمس في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مفاتيح الغيب عند الله جل في علاه، وعنده مفاتيح الغيب، وتتجلى هذه المفاتيح في هذه الآية من كلام الله جل في علاه: إن الله عنده علم الساعة. زيد: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. زيد: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. لكن
حبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم أورد لنا أشراطها، أما متى فذاك علم الله لا يعلمه سوى العالم. فهذا عبد الله بن سلام حبر من كبار أحبار يهود، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. ما سمعتش؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. جاء إلى الحبيب فقال: يا محمد، إن كنت نبي الله حقا فأجبني عن هذه الثلاث مسائل. قال له سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أإذا أجبتك أيها الحبر، أإذا أجبتك أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: فما سؤالك؟ قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لأنه أسلم فيما بعد: يا محمد، ما هي أشراط الساعة؟ وما بال أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ صلى الله على النبي. صلى الله عليه وسلم. أجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيون يوحى. قال: أما أول طعام يأكله أهل الجنة فهو زيادتك بذي الحوت عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ويدخلون، سيكرمهم الكريم الجليل لأنهم في ضيافته. أول طعامهم نأكله في الجنة إن شاء الله زيادتك بذي الحوت. تعلمون أن أفخر الأكل الكبد، والكبد عندما تسلق الخروف في العيد وتخرج الكبد تجد عندها قطعة زيادة، أليس كذلك؟ فهي أحلى ما في الكبد، هذه الأغنام والأنعام المحللة. صلوا على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. وكبروا المولى العظيم. الله أكبر. الذي أولانا هذه النعم. الله أكبر. وإن هذه النعمة نعمة الإسلام، نحن محسودون عليها في العالم. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. لكن حبيبي وقرة عيني في إجابته للحبيب قال له: زيادة كبد الحوت. أي حوت؟ الله أعلم بشأنه. في أي بحر من بحور الله؟ الله أعلم. في الأرض؟ في السماء؟ الله أعلم. لا تسأل. يا أيها الذين آمنوا زيد، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. أنت تسأل فيما يفيدك. من الذي يفيدك؟ يفيدك في أعمالك وعبادتك وتقواك وفي ميراثك وزواجك وفرائضك التي افترضها المولى العظيم عليك. روى الإمام السيد محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها. عقلوا على هذا الكلام شوية. إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدود فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله زيد فقد ظلم نفسه وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيان فلا تسألوا عنها. أرأيتم مدرسة الأدب والأخلاق ومدرسة القيم ومنظومة القيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا علم صحابته، وهكذا أدبهم، وهكذا نشروا دين الله. لا تسمعون للخراصين والكذابين الذين يكذبون على الدين وعن ملة الدين وعن الإنسانية جمعاء. ردوا بالكم قبل أن تتحدثوا، تيقنوا واسمعوا وعوا، فإن للمؤمن قلب ينبض. هذا وابصة جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل الصحابي الجليل يقول: كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الخير، وكنت أسأله عن الشر. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، إذا لم أجد من أستفسي فمن أستفسي؟ قال: استفسي نفسك واستفسي قلبك، وما رباه قلبك فهو الصواب.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب غذاؤها وقوتها وريعانها ورعايتها ذكر الله. ألا بذكر الله زيد سيدي. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة. حبر يهود عبد الله بن سلام لما أجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن السؤال الأول انطلق إلى السؤال الثاني: ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ أي ما بال الولد يشبه أباه أو يشبه أمه؟ إيوا هادي اش خصها؟ خصها أن دكتور جينولوج. و سي أون بارل دو كوا؟ دون سيونس كي سابيل لو جينيتيك. إيوا جاوبونا جماعة الجينيتيك. ممكن تجاوبونا اليوم ولكن قبل 14 قرن لا في لابوراتوري ولا فيه مركز تحاليل ولا هم يحزنون. وحبيبي أجاب على الفور فيقول: ما قلت يا عبد الله؟ قال: قلت لك يا محمد ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ علاش الجنين كيجي وتيخرج من بطن أمه وتيكبر تيكون يشبه لبا ولا يشبه لما؟ شنو هذه القضية هذه؟ وهذه قضية ما هيش في الوحي، هذه قضية من أعظم مما يقول ما يتحدث فيه. لكن نزلت على الحبيب فقال له: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يأتي يشبه أباه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالولد يأتي يشبه أمه. وسير حلها أنت في القرن الواحد الهجري، ناس تعيش في البادية في الصحراء والفيافي والجمال والتمر والحليب، هذا ما كاين. ها صلوا على الحبيب وصل على السلامة. ولا في تقدم ولا تكنولوجيا ولا كمبيوتر. وحبيبي أجاب بإجابة دامغة، وأطباء الجينيتيك اليوم يعلمون هذا ولكن لا يقرونه للمسامع، لكن نحن نقرأ ما قاله الحبيب ونقره في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ولتعلو همتهم ودرجتهم عند المولى، وعندما يقفون للعبادة يعلمون أن هذا هو الدين الحق. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال له: أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ ثم قال: وما أشارات الساعة؟ لم يقل له متى الساعة، لأنه يعلم، حبر من أحبار يهود، يعلم أن الساعة علمها عند الله، ولكن الأنبياء يعرفون أشاراتها بمعنى علاماتها. ومحل الشاهد عندنا إن الله عنده علم الساعة، ولكن أعلم الأنبياء بعلاماتها. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يشيب الحبيب فيقول: أن تلد المرأة رباتها وأن ترى رعاء شاة العالة يتطاولون في البنيان وكثرة الحروب الأهلية. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. صدقت يا حبيبي وقرة عيني، وربما قربت. ارجعوا ببالكم. يلا قال اللي عنده شيء خلاص يخلص الناس، واللي عنده شيء دين يخلصه، ولا عنده شي معضلة مع زوجته يصالحها ويشوف كيف يحل مشكلته. مفهوم هذا الكلام ياك؟ واللي عنده شي حاجة في رقبته يخلصها، واللي شرى أرض وما خلى لي بابها أرض وورث الرجال ولم يورث النساء، هذا غلط كبير موجود. كل هذه الأشياء مظالم الناس، إذا كانت في رقبتك فابطر بها على الفور. يقول سيدي بن عشير رضي الله عنه في متنيه: وتوبة من كل ذنب يشترى، وشرطها الإقلاع ثم الحسرة ثم الندم. وتوبة من كل ذنب يشترى، التوبة تمحو الحبوبة، والذنب لا يمحوه إلا الحسنات. ها أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ها هكذا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لمن تيقنوا وعرفوا الله حقا. وتوبة من كل ذنب يشترى،
كل الذنوب التي نجترمها لبيشي، هذه الذنوب يجب أن نتوب منها. إنما التوبة على الله زين للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ما تخلاش تبات على الفور. لذلك حبيبي وقرة عيني قال حاسبوا أنفسكم زين قبل أن تحاسبوا. Les grandes sociétés dans cet univers, dans le monde, qu'est-ce qu'ils font chaque année? Le 15 décembre, normalement, ils doivent faire l'inventory, le calcul de la société. Est-ce qu'il est rentable ou non rentable? C'est ça, oui ou non? L'inventaire, les magasins, tout ça, des choses. Les gens على الدنيا وتحاسب على المال وتحاسب، ولكن يجب أن نحاسب أنفسنا. إنما مش مرة في السنة، كل يوم لما تضرع راسك على المخدة راجع أش درتي نهار كامل، شوف الحسنات فين وشوف السيئات فين، درتها وتذكرتها توب منها على الفور. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوبة زيد من كل ذنب يجترم تجيب وشرطها. انظر سيدي بن عاشر رحمه الله، وشرطها الإقلاع ثم الحسرة ثم الندم. الإقلاع أن تقلع عن الدرب ولا تعود إليه. الطائر الوازو il décolle de son nid mais il retourne à son nid. L'aéroplane l'avion il décolle de l'aéroport ولكن il va retourner à son aéroport. عليك كذلك، لكن أنت تقلع عن الذنب ولا تعود إليه، لأن إذا عدت إليه تكون تسخر من الله. تبتي اليوم وذنبتي، ولكن مع ذلك الله فتح باب الرحمة. لولا رحمته سبقت غضبه لأخذنا بالسنين. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. لذلك يجب أن نتوب من كل ذنب نجترمه، وتوبة من كل ذنب يجترم، وشرطها زين الإقلاع ثم الحسرة. الحسرة أن تتحسر على ما ضيعت من وقت ومال وجهد وعمر فيما لا ينبغي وفي غير طاعة الله. لذلك يجب أن تتحسر وتبكي على ما ضيعت من الأوقات. الإقلاع والندم والحسرة، الإقلاع والندم والحسرة هكذا. إذن وجب عليك أن تتوب ورد المظالم إلى أهلها. قال العلماء إذا كان الذنب بينك وبين الله، واحد كان يشرب الخمر عفان الله وإياكم، الخمر الملعونة، واحد كان يحب النساء يزني، عنده زوجته في الحلال ولكن يذهب يقلب يشيخش أيوغ، الغراب خير منه، الغراب يتزوج بمرأة واحدة وإلا ماتت ما عادش يتزوج ولا يقرب ولا أنثى، وما يخطبها لندش، الوقت قصير ولا أستطيع أن أدخل في كتاب الحيوان لكمال الدين الدميري. وبالمناسبة لما تنزلوا في إجازاتكم اذهبوا للحبوس في الدار البيضاء فيها مكتبات، ابحث عن كتاب الحيوان لكمال الدين الدميري، عن الشفاء للقاضي عياض، عن موطأ مالك، هالخير في الكين. ما تسمع ليش الأسطوانات تاع الشيخ جوجل وتقعد تسمع فلان وعلان وهذا من هنا وهذا من ليه، انظر بعينك لتجد الخير كله. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. قال لي ما بغى يدير ياس. إذن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الذنب بينك وبين الله تلزمك ثلاثة شروط: الإقلاع والندم والحسرة، ما معياش الفقين انت، والاستغفار. هذو الثلاثة شروط إذا كان الذنب بينك وبين الله. أما إذا كان الذنب بينك وبين عبد من عباد الله يلزمك أربعة شروط: الإقلاع والندم والحسرة والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. جينا ليلة القدر من أعظم الليالي في هذا الشهر، واللي ما غفر لي ربي في هذا رمضان وما غفرش لي في رمضان الجاي أنت بيغفر لي؟ من أدرك رمضان ولم يدخل الجنة أليس كذلك؟ ومن أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة. يا سادة صرفوا أموركم، كل واحد عارف إيش داير، الله رقيب وكل شيء مسجل،
ما يلفظ من قول زيد إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مسجل. وكل إنسان زيد. أما سورة الأنعام هذه قاعدة تقراوها، أنا قاعد نقول لكم فيها كل مرة شوية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الطائر للناس تطاير، تلك الصحف التي سجلها الملائكة بخط الله أعلم بشأنه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اللهم يمن كتابنا. أمين. ويسر حسابنا. أمين. واحشرنا مع زمرة الحبيب. أمين. إذا أخرج لك الكتاب قال الملك اقرأ، فتقرأ حسناتك وفرحان بها. لما تأتي للسيئات لا تستطيع، يقول لك الملك اقرأ فلا تستطيع القراءة. وإذا يسألك الملك ولم لا تريد أن تقرأ، تقول استحييت. يقول لك استحييت منه الآن ولم تستحي منه عندما كنت تباشر بها في دار الدنيا. صلوا على الحبيب. إذا كان الذنب بينك وبين عبد من عباد الله تلزمك 4 شروط: الاستغفار والندم والحسرة والإقلاع والندم والحسرة والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. من هذه الليلة حط ابتكاي وابتكاغني وخذ لك ستيلو وسجل. انت كل شيء تعرفه براسك، كل واحد كيعرف اش دار. الذنب لا ينسى زيد، والديان لا يموت كما تدين تدان. الذنب لا ينسى. ما سمعتش؟ الذنب لا ينسى. لا ينسى. فنالي جامي اوبليي لي بيشي كو فزافي كريي دون سيت دنيا. ردوا بالكم، الذنب لا ينسى والديان لا يموت عليم خبير وكما تدين تدان. وسمعوها مني كلمه نصيحه، الخلاص راه في الدنيا قبل الاخره، الاخره بوحدك، لكن هناك خلاص هنا. والظلم ظلمات. الذين قال لهم الناس زيد ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا حسبنا الله ونعم الوكيل عظيمة. يا غارة الله يحل عقد ما ربطوا. عظيمة هذا حسبي الله ونعم الوكيل. عليكم بذكر الله يا سادة. رددت المظالم لأهلها، تكون قد دخلت في سلك التوبة لهذا العبد. وكان سادتي وعلمائي وشيوخي وأساسدتي والسادة الذين علمونا رضي الله عنهم كانوا يبكون ويرفعون أيديهم ويقول اللهم يا ربي إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين عبيدك، اللهم ما كان لك مني فاغفره وما كان لعبيدك فتجاوز عني فيه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيحون في السوق comme la crier dans le marché de porc pour les poissons, le marché des légumes, il y a la criée. Qu'est-ce que ça veut dire la criée? C'est le monsieur qui, hein, 50, 60, 75, la criée. كان الصحابة يذهبون إلى السوق ولكنهم لا ينادون لجلب المال. من كانت له مظلمة عندي فليأتيني. شي واحد أنا ظلمته ولا درت لي شي حاجة ما عجبتوش يجي عندي يقولها لي نشريها منه. كانوا يشترون بالمال المظلمة. أنا تعرفت مع الفقيه سيدي عز الدين في الخيرة نشار. هذا هو بغى يطلع الكنز وأنا تنطلع منه هو يطلع من هنا. قلت له اسكان تعال قعد هنا. أيوة صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على فلما تعاركت معه مرت السنون فندمت على ما فعلت، قلت إني ظلمت هذا الرجل وأردت أن استغفر وأرجع إلى الله. آتيه وأقول له يا سيدي اسمح لي يا سيدي، أنا رأى في يوم من الأيام قلت فيك وقلت فيك. الواحد يشد فمه، هذا زمن آخر. رد بالك لسانك والطعام اللي تأكل فيه يكون حلال ولا تقرب ما لا يحل لك. قلت في أول درس وأنت في الأوتوبيس واتكأت على امرأة لا تحل لك واستحليت ذلك، لأن تتكئ على عمود من نار خ...
خير لك من أن تتكي على لحم لا يحل لك. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه غير بسيطة. أنت غابة في طوبيس وغتشوف اللي يدير الحاجة الكبيرة ده بوحده. لذلك المظالم مهمة أن ترجع إلى أهلها. إن الله عنده زيد علم الساعة. زيد زيد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وينزل الغيث. إيوة. الجغرافيا والميثولوجي اليوم ما كتقولش هذا الكلام، لكن نحن كمؤمنين نعلم علم اليقين أن هذا الماء لا ينزل إلا بأمر الله. الطريقة الجغرافية أن الشمس تمخر ماء البحر، أليس كذلك؟ نعم. وأن البخار الذي يتصاعد إلى السماء تدفعه الرياح التصاعدية. الجغرافية عندنا قالت عيو راسك أو فالي اكسبليكي. وهذه الرياح التصاعدية تصطدم مع السحابتين فتعطينا مطر. صلى الله على النبي. صلى الله على الحبيب. هذه الطريقة الجغرافية. أما في قرارة قلوبنا وإيماننا نطفه، لابد أن نفقه أن الله هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث زين من بعد ما قنطوا. مش كانت الشمس تحرق يقول لك نزل لكم الماء وتنزل المطر. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. وهو ينزل الغيث زين من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ثم يأتي ربي فيعجز الإنسانية والعقول البشرية من لدن آدم إلى نيرة الله والأرض ومن عليها مهما تقدم العلم. يقول لهم المولى عز وجل: قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا لا يصلح للشرب فمن يأتيكم بماء معين تشربونه. إنا أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كلام الله، قدرة الجبار العظيم لا قدرة بعد الله. القادر هو المولى العظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. سبحانه سيدي الكريم الحنان المنان. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. المصانع. صلوا على الحبيب. صلى الله على الحبيب وسلم. وينزل الغيث وينزل الله عنده علم الساعة وينزل الغيث زين ويعلم ما في الأرحام. أيوة هذه كبيرة عاوتاني. ويعلم ما فرق واحد كل وحدة لوحدة. هذه العقيدة الصحيحة يجب أن ترسخ في قلوب المؤمنين. يا سادة افتحوا قلوبكم وبصيرتكم وبصائركم واعلموا أن لا قدرة مع لا قوة مع الله. مهما تجبر الإنسان وصنع وأبدع وتقدم وتحضر لن يكون كما قال الله، لأن هذا خلقه، هذا خلق الله زين. فأروني ماذا خلق الذين من دوني. خلقوا لنا التعب والهم والغم، البيئة والطبيعة والكفر وقلة الحياة وقلة المسخ وقلة الحياة. هذا ما خلق البشر. ظهر الفساد زين في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله ما ظلم حد. إن الله لا يظلم زين إثقال ذرة. ابن عباس بالمناسبة وقف عند الذرة هذه. دون لابوراتوار اون تروف لي فيزيسيان اي لي شيميك ايل بارل دو كوا دي اتوم اي دو موليكول. alors l'atome c'est plus petit que la molécule. oui ou non. هذه الذره التي يتحدث عنها ربنا عز وجل. لا، فسر لنا ابن عباس ماذا قال. قال في تفسيره: كونك تكون مستلقيا في القيلولة والشمس مشعة وأنا جالس في الدقورة والشمس تحرق والسماء صافية وسيدي ربي هو الله. ياك سيدي زيانة هذه. الشرجم مسدود، كاين واحد تقب في الشرجم.
ذاك الثقب يتسرب منه شعاع شمسي، هذا الشعاع الشمسي مصحوب بغبار، أليس كذلك؟ نعم. ذلك الغبار هو مجموعة من الكوات في اللسان العربي الفصيح، والواحدة كوة هي أقل من الأطوم. ربك جل في علاه لن يظلمك قدر تلك ذلك الغبار واحدة منه، لن يظلمك. إن الله لا يظلم مثقال أي وزن. Lorsqu'on va peser cette coua, comme on vient de dire, ce pli petit, la tourab al-ayn al-mujarrada, à l'œil nu, on ne peut pas la voir. Je ne sais pas s'il y a des télescopes qui vont voir ça ou non. هذا مش علم من فهم فيه. صلوا على النبي. أنا أقرب الفهم فقط. لو وضعنا تلك الكوة في ميزان، وأي ميزان؟ ميزان مطيشة ولا ميزان ذهب ولا ميزان دايموند؟ الميزان حتى هو ما عرفناش اش من ميزان. تحدثنا عن الميزان في مضمضة وقلنا إن الميزان له ثلاثة شروط. عقلتوا عليها ولا نسيتوها؟ الأولى الميزان لا بالونس اللي هي الآلة. والشيء الموزون الذي يضع في كفة الميزان، والوازن الذي واقف على الميزان يوزن، وشعار العدالة ميزان، أي ميزان يا سيدي؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عندنا في اللغة العربية القسط والقسط والقسط، كلمة واحدة إذا تغيرت لها الحركة تغير المعنى. عظيمة هذه اللغة، كره العالم وكرهنا مواليها وما تبغى أحد إلا من رحم ربي. الله أكبر. كلمة تكتب بسياق واحد القسط، لكن إذا تغيرت الحركة تغير المعنى. ولذلك كان اللحن في القرآن في المحراب من أعظم الإثم. القارئ لابد أن يكون قارئ ويحسن القراءة ويحسن الكلام. مش الخفضة يدير الضمة والضمة يدير الخفضة، كارثة. يتغير المعنى، وإذا تغير المعنى عندنا في النص تغير الحكم. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. القسط هو إقامة الميزان، القسط بمعنى العدل. وعندنا القسط، ما معنى القسط؟ هاي كانت خفضة ولا فتحة. القسط قال الله جل في علاه: وأما القاسطون زيد فكانوا لجهنم حطبا، سورة الجن. وعندنا القسط وهو العود القماري، هو اللي خاصه الجامع في ليلة الإسراء وليلة المولد، كنختموا البخاري وكنحطوا بخرة كبيرة تحت الترية، وما كاين غد خاخر يا عم سيدي. ها كم نحن بلادنا جميلة وكم نحب هذه البلد، ترابها غالي علينا لأن بها تراب صالحين وعلماء وفقهاء وكرام وفضلاء. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذن قول ربنا عز وجل: وعنده علم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. العلم ما في الأرحام، يأتيني جينولوج يقول لي: on vient de faire l'ultrasound pour cette femme et on sait bien que c'est un garçon. أو بيان سيتي في إيه صحيح، ما قلنا لك شيء يا سيدي، إحنا مش ضدك، إحنا معك. لا تقول لي أن ربي قال يعلم ما في الحرام، لكن هل تعلم أنه قصير أم طويل؟ ممكن بطريقة أو بأخرى. هل تعلم كم سيعيش؟ ها؟ هل تعلم كيف يكون في حياته؟ هذا علم عند الله. فكلمة علم ويعلم ما في الأرحام، لأنه هو الذي كون وخلق وصور. يا أيها الإنسان زين، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله. روى أبو عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم أخرى. شحال هذه؟ أليس هذا هو التكوين؟ تكوين الجنين في البطن
من أدرى محمد بن عبد الله؟ علم الجينيتيك في القرن واحد في صحراء، لا في لابوراتوار ولا أتراساوند، ولا هم يحزنون. صلوا على الحبيب. حبنا للحبيب عظمة وجلال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة جاءت من ظهر أبيك وأصابت الرحم. Le sperme, il va se diviser. Des milliers de caractères. ثم يعطي جنين بأمر الله. طيب. ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك. 40 يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك. فينزل الملك. فينفخ في الروح. وإلا يبقى جامد تم. ويبقى راقد. مالك لالا. قالوا عند الراقد مسكين لها 3 سنين وهي مات لها الجنين في بطنها. لأن الملك لم ينفخ فيه الروح. هو فين عالم الجينيتيك يقول لنا واش غينفخ فيه الروح ولا لا؟ صلوا على النبي. واش غيخرج ولا لا؟ ممكن تجي خارجه به ويتعصر وكذا ويصير لها الضيق ويشرب من هذا وانتهى المضى ومات مسكين. صلوا على الحبيب. فينفخ فيه الروح. زيد سيدي. فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الربعة مكتوبين من بعد النفخ. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه العقيدة التي يجب أن تنطبق، أن الله هو الواحد الوحد سبحانه، وأن مهما وصلت البشرية من تقدم وتحضر لن تصل إلى هذا الكنه، لأن هذا سبيريتويال كلك شوز دو ساكري. احنا مش من هذوك اللي كيمشيو للجامع غير في المناسبات، ولا غير نهار الجمعه نديروا الجوامع تبنى باش نمشيو نقعدوا فيها ونصليو التراوح ونشوف حالنا. لا، المساجد مدارس، المساجد اكاديميات. اول شيء بناه سيدي الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. ما بناش داره فين يسكن. أول ما هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء اتركوها فإنها مأمورة، حتى نزلت وبركت في مكان ناقته صلى الله عليه وسلم التي سافر بها من مكة إلى المدينة. قال لهم اتركوها إنها مأمورة، انظروا إلى هذا الخيار ولهذه الحبكة والفراسة والسياسة. إلى بيتي يا رسول الله، إلى بيتي يا رسول الله. هو غادي إلا قال هذا هو خال الآخر غادي يغضب، وإذا ما غضبش غادي يشد في خاطره وجبر الخواطر. مهم بالمناسبة جبروا خواطر الناس وارضيوا مولاكم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فقال الناقة هي اللي غتحكم فين غنقعدوا وفين غنسكن. مشات الناقة حتى بركت. اتركوها فإنها مأمورة. أول شيء بناه الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد. ففي المسجد نتعلم، في المسجد ندرس، في المسجد نحفظ كتاب الله، في المسجد نتعلم العلوم. صلوا على الحبيب. الشاهد قرطبة لا زال مسجدها إلى يومنا هذا صدحاته. زوروا الأماكن لتعلموا عظمة هذه الأمة الإسلامية وعظمة حضارة العرب وماذا أرخوا وماذا كتبوا. ولا تسمعوا للسخف والخزعبلات وما لا ينبغي. صلوا على حبيبي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما تدري نفسون ماذا تكسب غدا. هل تعلم ما في غد؟ تقول لي لا، ما العلم عند الله. نعم، لكن كيف الأنبياء عرفوا هذه الأشارات وهذه العلوم؟ يقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. عالم الغيب من هو؟ الله جل في علاه. فلا يظهر على غيبه أحدا زيد إلا من ارتضى من رسول. المستثنى بإلا صف sauf les prophètes ou les messagers, le Dieu le donne. Ce qui va arriver, ou bien des, comment dirais-je, des attaches
des choses qui vont arriver au futur. أما علم الغيب إجمالا وتفصيلا فهو العلم لله كما قالت الآية عالم الغيب فلا يظهر il ne montre à personne, il ne dévoile pas tout, il leur donne juste des attaches. صلوا على النبي صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله لا أنا مقيم في ساتيتيان إيه أنت مقيم في ساتيتيان 50 عام لكن نهار تبغي تموت ربي يبغى يقتلك في جهة أخرى تمشي طل الرشيدية وتموت تما في سي بن طالب غايب اليوم صلوا على الحبيب تمشي ترى هذا تمشي تلا وتموت غير دير الخير ما عرفتيش ايش يوقع صلوا على النبي وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا الإعجاز البليغ اللي ما فيش ما عندوش خوف لأن الله لا يعجزه شيء كن فيكون أعد لنا سيد النص إن الله عليم خبير هو لم يقل عليم وسكت قال عليم خبير الله عليم c'est un grand savant c'est celui qui savent tout ok ولكن خبير il a une grande expérience en ce qui concerne la science qui a اللي يعرفها هذا اللي نحن أما الله علمه وخبرته وما لديه ما علمنا منه وما لم نعلم جاء رجل إلى سيدنا مالك بن أنس مش يقول لكم سيدنا مالك ما خلى شيء إلا تكلم عليه الإمام مالك وما أدراك ما الإمام مالك الذي نور للأمة المسالك وأنقضها من المهالك سيدنا مالك رضي الله عنه وأرضاه بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحارث الحميري الأصبحي المدني رضوان الله عليه جاءه ملحد أو سائل متغطرس وما أكثر المتغطرسين والأنانية ورفع الرأس كانوا سيادي رضي الله عنهم يمشي ورأسه متقطع يستحي أن ينظر إلى السماء زيدك وحدة كانوا يستحيون أن يمشوا برؤوس معارية لا بد يغطي رأسه صلوا على النبي حياء من الله الحسن البصري كان يستحي أن يرفع عينه قال ما رفعت عيني للسماء خشيت أن تخسف عيني صلوا على النبي وش أنا ندير في الذنوب وننظر إلى العلو صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد أين كنا سيدنا الفقيه إمامنا مالك رضي الله عنه قال له السائل يا إمام قال الله عز وجل في محكم الكتاب الرحمن على العرش استوى فكيف استوى الله يا وليدي أنت ما تحسن تلوضو وتسأل عن السوى عندنا أدب مع الله ومع رسوله رد عليه الإمام مالك فقال رضي الله عنه يا هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة لأنه كان قبل أن يكون المكان فلولا كان كيف يكون المكان علم ما كان وما سيكون فلولا كان كيف كان يكون نظم قدامي صلى على النبي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله قولوا معايا حفظوا هذه الكلمتين باك تجي وقت تستحقوها يفون تخوفي توت لي فارماسي فيرمي إلا فارماسي صيدلية رسول الله صلى الله عليه وسلم التغافاي 24 سور 24 7 سور 7 العام كامل 12 مانت إلى أن تقوم الناس لرب العالمين صيدلية رسول الله فيها الخير كله والشفاء كله حفظوا هذه الجوج كلمات اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله قولوا معايا اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله القائم بحق الله ما ضاق أمر ما ضاق أمر إلا فرجه الله إلا فرجه الله شفتوا شحال حلوة هذه ما عمركم سمعتوها اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله قول
القائم بحق الله، القائم بحق الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله. القائم بحق الله، القائم بحق الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله. القائم بحق الله، القائم بحق الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله. القائم بحق الله، القائم بحق الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم فرج علينا، آمين. اللهم ارزقنا فرجا من عندك، آمين. اللهم اعجل لنا بالفرج، آمين. اللهم اعجل لنا بالفرج، آمين. اللهم فرج هموم المسلمين كافة أجمعين، آمين. وفرج همومهم وهمومهم رب العالمين، آمين. اللهم فرج على أمة الإسلام، آمين. وأمة سيدي الأنام، آمين. سيدي رسول الله وقرة عيني صلى الله عليه وسلم، آمين. اللهم اجعلنا من المصلين عليه على الدوام، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب، آمين. عدد من شرب الماء ورضع الحليب، آمين. نصر من الله وفتح قريب، آمين. اللهم اختم لنا بالسعادة والإيمان، آمين. ختما مباركا كما ختمت لعبادك الصالحين، آمين. واجعلنا من الذين أحببتهم وطرقوا بابك فاستجبت لهم، آمين. اللهم اجعلنا من أحبابك، آمين. ولا تطردنا عن بابك، آمين. قولوا أمين أوليد، آمين. اللهم اجعلنا من أحبابك، آمين. ولا تطردنا عن بابك، آمين. اللهم اجعلنا من أحبابك، آمين. ولا تطردنا عن بابك، آمين. مولانا رب العالمين، آمين. بحق سيدي الأحباب، آمين. وسيدي الأرسال، آمين. رسول الكبير المتعال، آمين. شديد المحال، آمين. منشئ السحاب الثقال، آمين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة، آمين. واختم لنا بالحسنى والزيادة، آمين. واجعلنا يا ربي في عيائين، آمين. واجعلنا يا ربي مع الذين نعمت عليهم في الدارين، آمين. مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. اللهم اسقني من حوض حبيبك، اسقنا من حوض حبيبك المصطفى، آمين. اللهم اسقنا من حوض حبيبك المصطفى، آمين. اللهم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. من يده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، آمين. بحرمة طه وياسين وبحرمة القرآن العظيم، آمين. مولانا السلطان الله منصره ولا تنصر عليه، آمين. اللهم وفقه الخير وعينه عليه، آمين. اللهم اصلح به وعلى يديه، آمين. اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم، احفظه بالسبع المتان والقرآن العظيم، آمين. كله وليا ونصيرا وظهيرا مولانا رب العالمين، آمين. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واجعله في كنفك الذي لا يضام، آمين. أقر عينه بولي عهده وجورة عقده مولاي الحسن، وأنبت نباتا حسنا، واشد عضده بأخي السعيد المولى الرشيد، واحفظه في أسرته الكبيرة الصغيرة يا رب العالمين، آمين. يا من إلى رحمته المفر، آمين. ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فانت يا ربي حسبي وكفى، فلا اجل من عزيز قدرتك، ولا عز من عزيز استواتك، لعز ملكك الملك تخضع، ترفع من تشاء بقدرك وترفع، والامر كله اليك رده، وبيديك حلوا واخذوا، وقد رفعنا امرنا اليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا زال رحيما، بذكري ولا يزال رحيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات قلوا أمين آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها صغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى المحبة والسلام.